نعم وي فوالا دونك حنا اون جينيرال عندنا الكبد عنده دور مهم جدا في الجسم، راح ينقي لنا الجسم تاعنا من السموم. دونك من جميع شخص عندنا كميه من الدهون في الكبد، بصح كي هذه الكميه يعني راح تتجاوز 5% من وزن تاع الكبد، فهذه الحاله رانا رايحين نتكلموا على الكبد الدهني. شحال الوزن تاع الكبد المعقول؟ الوزن المعقول يعني يتراوح بين نحسبوه اون غرام فوالا، دونك كي يتجاوز 5% من هذيك النسبه الوغ راح يكون عندنا كبد دهني. اوكي دوك نجوزو نتكلموا على يعني لي سيمبتوم فوالا، وشنو هما الاعراض اللي رايحين يبينوا لنا بلي عندنا كبد دهني. مالوغوزمون الكبد ما راحش يعطينا اعراض، يعني ما يعطيناش رابيدمون، ماشي غير لو فوا تاعنا يتغلف بالدهون وين رايح يعطينا اعراض. يعني افيك لو طون دي فوا عام عامين باش تبان. ابار عند الاشخاص كاين اشخاص اللي يعني يديروا لي بيلون تاعهم دو كونترول ريغولييرمون، كاين اللي يديروا شاك شهور كل عام يديروا لي بيلون، فهاد الحاله عندنا ان بيلون ايباتيك هو اللي راح يبين لهذا الشخص باللي راهو يعاني من الدهون في الكبد. والسمنه ما تكونش مؤشر؟ بيان سور اللي يكون سمين، يقولوا بزاف اللي يكون سمين الكبده تاعو مغلفه بالشحم. فوالا فوالا، يعني السمنه من اهم، رانا حين نتكلموا على شكون هما الاشخاص اللي يكونوا اكثر عرضه. دونك قلنا وكي يعطونا يعني الكبد يعطينا دي سين ولا اعراض، راح تكون عندنا الارهاق، الفشل، يكون عندنا يعني وجع اونيفو يعني الجهه تاع الكبده، يكون عندنا تضخم اصفرار الجلد والعيون، عندنا تضخم من جهه الكبد والطيحان، كاين حتى اشخاص يخرجوا لهم دي بلاك سومبغ يعني بقع داكنه في الجسم تاعهم سورتو اونيفو في الرقبه وسو لي زيسال. دونك هادوما مجموعه من الاعراض اللي كابابل تبان الشامبينيون فوالا دي بلاك هكا كيكونوا جوغ رايحين الماغون فونسي لاكني شغل فوالا جوغ لاكني يجوا سورتو على مستوى الرقبه وسو لي زيسال فوالا.